كاتب المسرحي ده حدوته كبيره جدا، بمعنى انك انت يعني ما تقدرش تبقى كاتب مسرحي الا بعد مجموعه من الخبرات المهمه جدا، لانك انت المسرح رؤيه، ورؤيه على خشبه المسرح ما هياش حدوته بس، لا 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 مش حدوته، ده هي في النهايه رؤيه بالاضافه للي انت بتقدمه على خشبه المسرح. فعلى ما توصل لده انك انت تبقى كاتب مسرحي دي بتاخد وقت كبير قوي، بمعنى انك انت على الاقل يعني من 30 35 سنه كده يعني علشان تبقى كاتب مسرحي راسخ. في طبعا فلتات ما فيش مشكله، بس برضك هتبقى محتاج خبره، لانك انت محتاج خبره بخشبه المسرح كمان، ومحتاج خبره بالكتابه، محتاج رؤيه للعالم علشان تقدم ده. فكاتب المسرحي في الحقيقه كاتب محتاج وقت، وفي الوقت نفسه محتاج دعم، لانه كاتب زي ما بيقولوا كده يعني مظلوم شويتين، بمعنى ان هو مش بيكتب النص المسرحي علشان ينشر فقط، لا ده بيكتب النص المسرحي علشان ينشر ويعرض. فاذا لم يعرض النص المسرحي على خشبة المسرح فهو طائر يحلق بجناح واحد، يعني بمعنى كده ان هو في جناح له مكسور، لان هيتنيه جواه حاجة ان العرض ده، ان النص ده ما تنفس على خشبة المسرح. وانا شخصيا حصلت معايا الحكاية دي، يعني انا قعدت اكتب من سنة 94، ده اول نص مسرحي فزت بيه اللي هو كان اسمه المخنسون، وكان جائزة محمد طيمور للابداع المسرحي، ودي كانت جائزة عظيمة جدا، كان بيقوم عليها ثلاث جهات، مؤسسة رشيدة طيمور، مسرح الهناجر، الهيئة العامة للكتاب. كانت الأستاذة رشيدة بتدي الجائزة المالية، وكانت جائزة وقتها كبيرة كويسة خالص، يعني 3000 جنيه وقتها في سنة 94 و95، ده كان مبلغ ضخم، لأن كانت الموظف مرتبه 65 جنيه، فلما تعمل المقارنة ده تحس إن دول مثلا يجيبوا لك مبلغ حلو، يعني يقدروا مثلا يجوزوك، مش يجوزوك قصدي يجيبوا لك شبكة مثلا لعروسة مثلا، أو يعملوا لك بقى حالة حلوة يعني، واخد بالك؟ فهي أول أخدت جائزة محمد طيمور الإبداع المسرحي ثلاث مرات، ده سنة 97 94 و97 98، وسنة 2002 2003، ووقتها فزت أيضا بجائزة التأليف المسرحي من المجلس الأعلى للثقافة. كنت شاب في المحل، أجي أقدم الجائزة، أجي أقدم وأروح جاي راجع تاني، ففزت بيها في المركز الأول والتاني والتالت سنة 2000 و2001 و2002. ففزت بأهم جائزتين في سننا ده ست مرات في الحقيقة يعني، درجة الأستاذ ألفر اتفرج قال لي ما تجيش بقى تاني. فقلت له طب هرجع للحتة، طب أنا عايز أعرض، يعني عايز شغل ده يتعرض على خشبة المسرح يعني. فابتسم وقال لي إن شاء الله يعني هيتعرض ما تقلقش. وتم العرض بالنسبة لي هو الحلم، ما أنت خلاص أنت خدت الجائزة والكتاب انطبع، وظل بقى العرض على خشبة المسرح هو الحلم الكبير جدا. فلدرجة يعني إن أنا سكت المحلة واتنقلت إلى القاهرة، فبدأت الدنيا تفتح شوية يعني. فتم عرض اول عرض مسرحي ليا في سنة 2004، مسرحية اسمها وداعا قرطبة، الفرقة القومية لطنطا. واراد ربنا بقى في سنة 2005 تاني سنة اجي فيها القاهرة، ان المسرح القومي بقى يعرض لي نص اللي هو الفلنكات، ومسرح الهناجر يعرض لي طلوع النهار اول الليل في نفس السنة اللي هي سنة 2005 يعني. فكانت سنة بالنسبة لي بعتبرها يعني التدشينك ككاتب مسرحي بجد. احنا قلنا ان انت بتفوز بالجواز على عيني وراسي، انت نشرت الكتب على عيني وراسي، كل ده لسه ما عملش الكاتب المسرحي. طبعا، لان الكاتب المسرحي لابد ان هو مفردة من مفردات العرض المسرحي. اذا العرض او النص ما تمش وضعه على خشبة المسرح للتنفيذ، في جناح مكسور، انا بقول مكسور مش واقع، في جناح مكسور بالنسبة للراجل، اما يبطل كتابة مسرح ويشوف حاجة تانية، او ان هو يعرض فيواصل. فكان حظي الحمد لله طبعا وقتها كان الدكتور أسامة أبو طالب رئيس البيت الفني للمسرح بشكره، الأستاذ شريف عبد اللطيف مدير المسرح القومي وقتها بشكره، دكتورة هدى وصفي في الهناجر بشكرها، كان وقتها أيضا في الهيئة العامة لأصول الثقافة في سنة 2003 أو 2000 لا 2004 كان الأستاذ محمد زهني، وأعتقد كان ماسك المسرح في الهيئة العامة لأصول الثقافة. انت بتفتكر الناس اللي هي ساهمت معاك في الحدوتة في فكرة العرض، انما طبعا في فكرة النص كنص وفوزك انت كنت وقتها بتبقى سعيد جدا، لانك بتيجي هنا المجلس الأعلى للثقافة ويسلمك الجائزة مين بقى؟ سعد أردش، دكتور أحمد زكي،
الأستاذ ألفريد فرج، الأستاذ لينين الرملي، الأستاذ محمد سلماوي، أسماء الأستاذ محمد أبو العلا السلموني، الأستاذ ياسر الجندي، أسماء في الحقيقة يعني إيه يعني دكتور أحمد عثمان، كل دي أسماء في الكتابة والنقد المسرحي وقتها أسماء تخض، يعني وجودك إن أنت موجود وفزت ويقولوا لك لا أنت فزت بالأول وإحنا الستة وافقنا على العرض المسرحي بتاعك ده اللي هو لو النص اللي هو أرض الله وفاز بالمركز الأول، فتحس إن أنت فعلا ماشي على خطوات ثابتة يعني. فطبعا بشكرهم وبشكر اللي عاشوا يعني، وبترحم على اللي توفى، وهم في الحقيقة زقونا زقات كبيرة جدا ودفعونا دفعات مهمة. إذن وفي الحمد لله بقى كملت المسيرة حكاية العروض بقى، بس هي كانت الفكرة أو اللحظات اللي أنا قلت لكم عليها دي بالنسبة لي هي كانت اللحظات الأهم. الكاتب المسرحي عادة كان في فترة من الفترات بيكمل كاتب درامي يعني، والدراما بقى كانت وقتها بتاخدنا من الكتابة المسرحية، لأن كانت الدراما وقتها سوقها مفتوح أكتر من كده، كانت في شركات الخاصة طبعا، وكان في شركات القطاع العام اللي هي في التلفزيون اللي هي صوت القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي وقطاع الإنتاج الاقتصادي في التلفزيون، فكانت 3 قطاعات بيشتغلوا، فأنا كنت بعتبر نفسي من ولاد صوت القاهرة يعني. فعملوا لي طبعا مسلسلين وقتها، مسلسل بالشراكة مع الصديق فريد معوض رحمة الله عليه، كان القصة ليا وهو كان السيناريو، اسمه حارة الموناليزا، والمسلسل التاني اللي هو حكايات رمضان والصيام، ده بقى كنت أنا اللي كاتبه وإخراج الأستاذ محمد عبدين، وده اللي خد جايزة مهرجان الإذاعة والتلفزيون الذهبية أحسن عمل درامي للطفل، وأيضا أحسن طفل ممثل وقتها. وكان حدث بالنسبة لي سعيد جدا، وخطوة مهمة جدا أو خطوة مهمة جدا في كتابة الإيه الدراما، اللي هي نقدر نقول بقى استكمالا للكاتب الإيه المسرحي.